فنانة. هلا نحكي عن فرقة أيامنا الحلوة. هاي فرقة بتضم مطربين وبتضم مغنيين شباب وبتضم ممثلين أيضا بيغنوا فيها. بالضبط. عارفينها وعارف الجمهور العربي كمان على فرقة أيامنا الحلوة شوي. فرقة أيامنا الحلوة هي تعتبر نقطة الانطلاق، لأن أنا خرجت من السوشيال ميديا على فرقة أيامنا الحلوة ومايسترو محمد عثمان. مايسترو محمد عثمان من الناس اللي بتحب كل ما هو جديد، كل ما هو مختلف، فيجيب يجيبنا مجموعة كده، عارف اللي هو من كل بستان زهرة، من كل رجل قبيلة ويحطنا كلنا في بوكيه واحد كده، وكل واحد فينا يقدم اللون بتاعه. مين يقدم شكوكه مثلا، حد يقدم فيروز، حد يغني حاجات بقى من التراث بتاعنا، حد مش عارفة يغني أجنبي شامي بتاع، فهو عامل حالة جميلة جدا. فدي من الحاجات اللي بصراحة اللي ساعدتني جدا، أنا خرجت من السوشيال ميديا على أيامنا الحلو. ومايسترو محمد عثمان هو اللي اكتشف أصلا في صوتي حتة تانية. يعني أنا كنت دايما بلعب في الإيه، في السيف زون، في يعني في الإيه، أنا في اللي مرتاحة في الحتة فيه بتاعتي. دايما أنا مرتاحة كده. قال لي افتحي صوتك انت، قلت له بلا افتح، انا تمام كده، انا حلوه كده. فهو اللي كان دايما بيزقني في الحته دي، فاكتشفت اماكن كتير جدا. هو اول واحد وقفت معاه على المسرح بقى يعني، وطلعت ان انا بحب المسرح، فهو انا اكتشفت منه حاجات كتير جدا. وبعد كده طلعت مع مدام اسعاد يونس في صاحبه السعاده كذا مره، في بروجكتس كتير جدا مع مايسترو محمد عثمان، والحمد لله يعني كان فيها حاجات كتيرة جدا، منها بقى محمد يا رسول الله، وكان فيه بروجكت بتاع أم كلثوم، غنيت فيه أغاني لأم كلثوم. يعني أنا يعني يرجع الفضل بعد ربنا لمايسترو محمد عثمان، فخلاص في الأرضية اللي أنا عملتها معاهم يعني.